مرحبا وشكرا اللي جيتو. يعني كنشكركم من اعمق القلب، لان هادشي اللي طرالي المغرب كله والمغاربه كلهم كيعطفوا عليا وعرفوني انا مظلوم. هادي ايام قليله، هادي واحد جوج الاسابيع جو خدموا عندي واحد جوج المجرمين، واحد سميتو عصام من الرشيدية، عنده 21 عام، وواحد اخر من اسبانيا، فهمتي، سميتو خليد، قال لي كبر في اسبانيا وكان عارف نطيب وكان عارف السوق وكان عارف ونعرف، ما كيعرف والو غير كيكذب عليا. قلت شنو اخر كتعرف تعمل؟ قال لي انا كنعرف الكاميرا وكنعرف المونتاج. قلت له صافي غادي تخدم معي، لان انا باغي نعمل واحد الجوله عالميه ان شاء الله، ونديه معايا اي صور، فهمتي، ونخلصو مزيان ميور زوتيل ميور. هذا البرنامج غادي نسميه ديني معاك البشير، ندير جمهور العواصم ديال العالم، فهمتي، المتاحف المسارح الموضه، انا كنعرف الموضه، الريستورون المعتبرين، يشوف الطياب ديال الخارج ونهضر مع الكويزيني. واحد البرنامج كان غادي يكون ان شاء الله غادي نعملوه، غادي يكون من الطف ما يكون. الشاهد عنا عجبو الحال، وقلت له عندك الاوراق؟ قال لي لا، الاوراق سالا ولي، جات لي شي خالتي وجيت كنس هنايا انايا شي ما عرفش شي عام، وماتت خالتو وتسالت له داك ريزيدونس. قلت له ما كاين باش انا نصاوب لك الاوراق باش تمشي معايا، بس لي راسي فرحان، وقلت له ما عندي بحال ولادي، كنعامل لهم المعامله اللي ما نعملهم بشي بها شي واحد، وانت كتشوف ساكنين في قصار، ماشي هذا متحف عندي، هذا ماشي دار. شاهد عنا هادي واحد الاسبوع جان عندي هذاك خالد، قال لي واحد صاحبي جا من اسبانيا بغاني نهضر معاه. قلت له عيط له يطلع كاين مشكله. قال لي لا، جا هو وعائلته. قلت له مشي شوفو، مشي شوفو واحد شويه، واحد الوقيته وجا هو بيه. هذاك سلم عليا، فهمتي، قال لي انا من المعجبين ديالك، انا كنعمل ساعه المسرح والسينما، وعندك معجبين كبار في هذا في الجاليه المغربيه، وبغينا نعمل لك تكريم، وبغينا نعملوا هذا وهذا، الهضره ديالو مزيان. الشاهد عنا الشاهد عنا بديت كنتذكر معاه واحد شويه، هو يسولني قال لي واش يا سي البشير، حنا في اوروبا الناس قباحين مع الرؤساء ديالهم ديال الدول، في اسبانيا كيصبوا في الملك ديالهم كيطيحوا به وكيقولوا عليه ويقولوا عليه هو ولده كذا وكذا. قال لي الحمد لله حنا ما هادشي ما عندناش. قلت له راك غلط، تا حنا عندنا كاين الناس اللي لسانهم قبيح، فهمتي. وانا واحد السيد راه حكى لي واحد القضيه، هذاك السيد من الدار البيضاء كي حكي لي، وبديت كنحكي له داكشي اللي كيدوز، باللي اش كانوا كيقولوا في محمد الخامس، اش كانوا كيقولوا في محمد السادس، حسن الثاني، شمال هو ولد الحرام هذاك، كان كيسجلني هنايا قبلني في داك قطع داكشي ديال الاول كله، خلاني انا كنهضر بداكشي اللي كيدوز، ما عملش كل شيء باش هذاك، وعملش علاش عمل هادي داك الساعة لا غدا، عملوا لي حقنة في جابوا لي الغدا، عملوا لي حقنة نعس، نادو سرقوا ثلاثة ديال لي زورتيناتور، ثلاثة ديال التليفونات، الكاميرا، الحوايج، الفلوس 600 دولار و 4000 درهم، الكاميرا كتعمل 9000 درهم، داكشي اللي عملو ما يمكنش يتصور، فهمتي، وانا ملي كليس داك هذاك طحت، فهمتي،
وخرجوا وشدوا عليا الباب ومشاو. ملي فقت كنلقى هاد الشيء هذا هذا كله عمر بالزبل بالزبل بالبنان بالخضرة البطاطا داك الشيء ما يمكنش يتصور كله مسيب هنايا. بغيت نخرج كنلقى الباب مشدود عليا داو السوارت فهمتي. انا الحمد لله التليفون كان عندي في الجيب صغيوار هذاك ما صرخوا ليش ما داوش الطابليت وداو داكشي اللي داو ما يمكنش يتصور. عيطنا أسماء جات هي اللي حلت عليا الباب ونقات لي هذه الدنيا. ايوا هذه هي القصه. المشكله بالنسبه للسلطات اللي جاوا عندك واش عرفوا المعلومات ديال هاد الناس اللي عملوا لك هذا المشكل؟ واش عندهم عليهم شي خبر؟ لا ما عندهم شي. دابا عاد غادي يقلبوا الامن ديالنا راه احسن من الامريكان. ما عندكش انت المعلومه انت شكون اللي عرفك بهاد الناس هادو ولا عندك التليفون ديالهم؟ ما قلت لك شي. انا كنعمل ديما دي زانونس في افيتو. الا بغيت شي مراه ولا شي خدام ولا شي هذا عملت انونس في افيتو انا. ايوا جا الاول هذاك الولد اللي قلت لك عصام اللي عنده 21 عام وقال لي انا كنطيب وكنعمل الميناج وكنسوق ما كيعرف والو. يعني انت ملي جاو عندك الدار ديالك ما خديتي منهم حتى شي حاجه؟ وبلاتي عليك الله يرضي. واخا مرحبا. واش انا احمق غادي ندخل شي واحد نضاري بلا ما ناخذ منه لا كارت ناسيونال ونعرفوا منين هو وش من ناحيه وش كيدير عملت هادشي وليني سرقوا لي معلومات داو لي لا كارت ناسيونال ديالهم وكذا. انا يمكن سولتهم على اسمي العائله ولكن كنسى ما بقاش العقل شي واحد اللي غادي الذاكره ديالو 80 عام هذه ماشي الخريف. وقبيله قلت لك انا سيدنا كيخصو يسمح لي على هاد المشكله اللي ورطه اللي طحت فيها. انا الملك المغرب خصنا نعاونو خصنا نعطيوه اليد واللي كيعطي اليد هما الشباب خصو يكون وثق باللي عندهم الزهر والسويرتي اللي عندهم ملك صغير بحال هذا اللي في واحد الظرف قصير حقق شي اشياء اللي رؤساء وملوك بلدان اخرين حياتهم كلها ما حققوها شي. طنجة رجعت كتشعل دار البيضاء بلاد أخرى الرباط عبارة عن وردة فاس كل شيء زين فيها مراكش كتربيها الأمثال في العالم توا خصنا نفهموا هادشي فهمتي راه ماشي سهل تسير هو أصعب شغل اللي كاين في الدنيا فهمتي. وحنا شعب صعيب السلطات شنو الخطوه اللي غيشبروا السلطات؟ شنو الطريق اللي غيشبروا باش يشبروا هادو؟ دابا اللي جات بي جي الشرطه القضائيه خداو عملوا خداو لي رابور عطيتهم هذا كل شيء. دابا غادي ينوضوا يعمروا شحالهم ما خصنيش نقول انا هذاك الشيء اش غادي يعملوا ما كيتخلش داك الشيء. كنشكرك بزاف على الاستضافه. نعم سيدي كنشكرك بزاف على الاستضافه. مرحبا بك.